متابعي كرة القدم، مرحبا بكم. نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2018-2019، حيث تقام المباراة يوم الجمعة 17 أغسطس 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم على ملعب استاد الإسكندرية محافظة الإسكندرية بمصر. ويدخل فريق الإسماعيلي هذه الجولة القادمة الثالثة من الدوري المصري وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد نقطتين فقط، كما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة. وتقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري الجمعة 17 أغسطس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والسابعة بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالجولة الثالثة من الدوري المصري اليوم بس مباشر على قناة النيل الرياضة وون سبورت اتش دي. وبنهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد دائما بعالم كرة القدم.